أفادت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع اتهمت أوكرانيا بالتخطيط لغزو إقليم ترانسنستيريا المنفصل عن مولدوفا بعد عملية وهمية. وقالت الوزارة إن أوكرانيا خططت لشن الهجوم والزعم بأن القوات الروسية هي التي شنته كذريعة للغزو. في المقابل رجحت بريطانيا أن القوات الروسية ربما تستعد لهجوم آخر في بلدة فوليدار بمنطقة دونباس الشرقية، حيث تتعرض البلدة لقصف عنيف.